تكملا على الفيديو السابق، مثل ما قلت إن أنا عندي أكثر من مود. طبعا عندي يا أختار اللايت أو يكون عندي دارك مثل ما أنتم شايفين، وأقدر إني أختار شكل الشات، ممكن يكون أزرق أو برتغالي أو وردي وبنفسجي، يعني مثل ما حاب الشخص، شلون يكون الثيم مال الشات ماله والمود مال السكايب نفسه ماله. أنا راح أختار لايت عشان أشرح. بإمكانكم تختارون لايت دارك أو تختارون سيستم ثاني، ممكن يعني على حسب الاختيار. طبعا هني اللي هو الهاي كونتراست لايت، إذا مثلا أنا الشات مالي أبي يكون لايت كذي راح يصير أسود والخطوط شوي عريضة. بالنسبة إذا اخترت هذا الأوبشن راح يصير عندي يكون دارك، المود يكون دارك. بس أنا راح أختار المود لايت والشات وردي، أو على حسب الشخص شنو حاب يختار، يعني هذا اختياره. بالنسبة حق السايد بار، بمعنى إنه هني يقول إن last message author avatar on group chat، هل إني أفعل إن الشخص الأخير اللي موجود بالشات يطلع الأفاتار ماله أو لا؟ أقدر إني أفعله أو إني أسكره على حسب. بالنسبة هذا أيضا عن الليست مود، ممكن إني أفعل list مود أو إني ما أفعله على حسب أيضا الشخص. هني إذا فعلت هذا الأوبشن راح يتفعل عندي automatically إن show user and conversation icons، بمعنى الأشخاص الصور البروفايل مالهم راح يطلع، يعني إذا أنا حابة وإذا مو حابة راح أسكره، راح يتفعل عندي الأفاتار العادي. هذا بالنسبة حق السيتنج الخاص بالأبيرنس اللي هو الثيم والمودز والأشياء هذه. نروح عند الأوديو والفيديو. بالنسبة حق الأوديو والفيديو هني نقدر نتحكم فيه، بمعنى الباك جراوند أقدر أختار الباك جراوند اللي أبي، وعند الضغط على الثلاث نقط هذه راح يطلع لي أكثر من أوبشن حق الباك جراوند. وممكن إني أنزل باك جراوند إذا أنا حابة عن طريق اللابتوب مالي، أقدر إني أختار أي باك جراوند حابته راح أنزله، وبكذي راح يتنزل عندي كباك جراوند حق الفيديو. هذا بالنسبة حق اللي هو الفيديو الكاميرا. نروح عند الصوت الأوديو. شوف هو لما يصير في نفس قاعد يتحرك وقاعد يرد، هذا معناته إن الأوديو عندي زين، ففي vibration، في صوت يقدر الشخص اللي أنا حاطته بالميتنج يسمعني، فكل شيء تمام، وهو كأنه تست إن صوتي واضح. هذا كله مجرد تست، اختبار وضوح الصوت. هني أقدر أسوي اللي هو on mute for incoming calls، بمعنى إذا أحد دق علي إنزين أقدر أسوي on mute، يعني إن أفعل خاصية on mute. وهني أقدر إني أسوي free test call، إذا أنا حابة إني أسوي test مجاني راح أقدر إني أسوي هالشيء. هذا بالنسبة حق الأوديو والفيديو. نروح عند الكولينج. الكولينج هني عندي الكولر اي دي، بمعنى رقم الهاتف، اقدر اني احط رقم هاتفي، يعني مثل ما انتم شايفين رقم الهاتف اقدر احطه، يعني الاي دي مالي. وهني الفويس ميل والستاف لايك، يعني الفويس ميل وال من هالاشياء الكولز راح يطلع لي، راح تطلع لي هالصفحة اللي هو الخاصة بالفويس ميل. إذا أنا حابة إنه يوصلني هني راح يطلع لي هني كاتبي لي إنه show call window when Skype is in the background، يعني إنه إذا مثلا أنا فاتحة السكايب إنزين، هل أنا فاتحة سكايب بس مو داخلة برنامج، هل أفعل خاصية إنه يطلع لي إنه في أحد داق أو لا؟ ممكن إني أفعل أو أسكر. هني بالنسبة حق الكول سبتايتلز، بمعنى الترجمة، ممكن اني
أختار الترجمة اللي أبيها. show subtitles for all calls إذا أنا داقة all calls يعني كل جميع الاتصالات حابة أن يكون فيها subtitles، أقدر أني أفعل خاصية السبتايتلز حق كل ال قصدي اللي هو الترجمة، سبتايتلز اللي هو الترجمة حق كل المكالمات. هني كاتبي لي only show subtitles for other participants، بمعنى أن فقط أن الترجمة تكون حق الأشخاص اللي يكونون معاي بالشات، معاي بالميتينج، معاي بالكولز. هذه الأشياء أقدر أفعلها وأقدر أسكرها على حسب الشخص. نروح حق المسجنج اللي هو الرسائل. هني اللي هو read receipts، بمعنى send and receive read، يعني إن يوصل لي المسجات وإني يبين إني أنا قارية المسج، أقدر إني أفعله وأقدر إني أسكره. هذا بعد اللي هو اللارج اميوتيكونز، بمعنى اللي هو يعني هو نفس اللي هو موجود بالشات. وهني بالنسبة حق الويب لينك بريفيو، أقدر أفعله وأقدر إني أسكره لحق الخاص بالويب سايت، يعني أقدر أدز أو أقدر إني أتلقى ويب سايت. هني التكست سايز أقدر أختار نوع الخط اللي يكون بالشات، صغير، نورمال، لارج، أو أكبر من اللارج، لارجر. الأوبشن هذا اللي هو send message with enter key، بمعنى أني بس أسوي enter راح ينجز عندي المسج. use control or option or shift زائد enter، يعني أني على طول أسوي enter خلاص ينجز عندي المسج. هني paste copied message as a، يعني شنو مثلا اني اسوي paste حق الرسائل، اقدر اني افعله او اقدر اني اسكره على حسب. هني بالنسبة حق الداونلود وحق الفوتوز والفايلز وكل هالاشياء اقدر اني افعلها، اقدر اني اسكرها وكل هالاشياء. نروح عند النوتيفيكيشنز. هذه النوتيفيكيشن خاصة الإشعارات حق كل شيء، حق الشات، حق الكونتاكت، حق يعني كل الإشعارات راح أقدر أتحكم فيها، يا أما أسوي تفعيل أو أني أسكرها. والسكادول كول نوتيفيكيشن أقدر أني أفعلها وأسكرها، وهذا كله. هني بالنسبة حق اللي هو الشو شات نوتيفيكيشن، يعني هل أنا حابة إني يوصلني النوتيفيكيشن مال الشات مثل ما قلت، اللي هو كله خاص بالإشعارات. روح عند الكونتاكت، بمعنى اللي هو الجهات الاتصال الخاصة فيني، هل أنا حابة إني أحط الجهات الاتصال ولا لا. هني يبين لي شنو هم الجهات الاتصال أنا مسويتهم بلوك، وني البرايفسي. وهني أقدر أني أضغط على الهلب والفيدباك إذا أنا حابة أتواصل مع أحد، شو اسمه، أحد عن طريق سكايب عشان أسئلة، أقدر أني أستخدم هذا الأوبشن. هذا بالنسبة لي اللي هو السيتنج. رد حق صفحتنا، رد حق الصفحة. مثل ما ردينا حق الصفحة، مثل ما شرحنا اللي هو 3 نقاط، عفوا البروفايل شنو الأشياء الموجودة، دخلنا على السيتنج. وهني إذا أنا أبي أحمل البرنامج أقدر إني أحمله. وهني الواتس نيو، يعني شنو الأشياء الجديدة، الأبديتس اللي موجودة في برنامج سكايب، وهذول الأشياء. طبعاً هني يطلع لي إذا أنا أكتف، يعني مثل أونلاين، أو إن أنا مو موجودة بالشات أو مو موجودة بسكايب. وهني الحساب الخاص فيني، وهني أقدر إني أسوي ساين أوت إني أطلع من البرنامج. هذا بالنسبة. وهني مثل ما تشوفون يطلع لكم اللي هو الفلوس، أقدر إن أيضاً أحط الكريدت كارد مالي بالبرنامج. هذا بالنسبة حق السكشن هذا. السكشن الثاني اللي هو البيبل، الجروبز والمسج، إذا أنا حاب أسوي سيرج حق أشخاص، حق بيبل، حق مسجات، حق جروبات، أقدر أني أسوي سيرج
وراح أحصلهم. هني عندي مقسم إلى 4 أقسام، اللي هي شنو؟ اللي هي أول شيء الشات. عندي مثل ما تشوفون هني الشات، عندي ميت ناو ونيو شات. ميت ناو بمعنى الميتينجز اللي هو الفيديو كولز، وهني عندي نيو شات. هني قبل ما أشرح هذول بالتفصيل راح أشوف هذول اللي هو الكولز، هم نفس الشيء اللي هو الاتصالات اللي هي من ضمن النيو كول والميتينج، وهني الكونتاكتس الأشخاص اللي الأشخاص اللي عندي موجودين بسكايب، وهني النوتيفيكيشنز اللي هو الإشعارات. نروح حق الشات. إذا أنا أبي أسوي نيو شات يطلع لي أكثر من أوبشن. أول شيء نيو جروب شات، إذا أنا حابة أسوي جروب شات أقدر أقطع، وهني حق أعضاء الجروبات إنزين، وهني نيو شات عادي، وهني برايفت كونفرزيشن. إذا أنا بختار نيو شات ومثلا أبي يعني أبي مثلا أتواصل مع مثلا زميل صديقة أو أي كان، مجرد أنكم تضغطون على خانة البحث وتكتبون اللي هو حساب هالشخص، عفوا بشذي راح يطلع لكم اللي هو الأكاونت مال الشخص هذا. تسوون بحث راح يطلع لكم الشخص، بس تضغطون عليه كذي انتو ضفتوا الشخص عندكم، وتقدرون تكلمونه تشات يعني اي شيء مثلا حابين تكتبونه اول شيء مثلا كذي، فراح يوصل عند الشخص المسج. طبعا راح يكون اكثر اكثر من اللي هو، فمثل ما انتم شايفين عندي اكثر من اوبشن اللي هو راح يطلع لي. اول شيء مثل ما انتم شايفين اذا طلع لي ار اف اللي هو الايكون او الصوره مالت الشخص قاعد يتكلم معاه، هذا معناه انه هو قاعد يشوف المسج. فعندنا اكثر من شيء، عندنا اللي هو الايموجيز ممكن اني اختار، وادز مثل ما انتم حابين. وعندي ايضا اللي هو جي اي اف، اي شيء تبونه راح تحصلونه هني. ف وهني الستيكرز، ويعني كل هالأشياء موجودة عندكم تقدرون تستعملونها في الشات. مثل ما شايفين رد الشخص، ممكن إني أنا أدز صورة أيضا عن طريق الديسكتوب أو من اللابتوب مالي إذا أنا حابة صورة فايل، أي شيء تبونه ممكن إنكم تدزونه. على سبيل المثال هالصورة دزيناها، نقدر نسوي send. أقدر إني أدز جهة اتصال على سبيل المثال كذي، أقدر أدز جهة اتصال، أقدر أدز voice أيضا، مجرد إني أضغط على ال voice كذي أنا قاعد أتكلم ودزيت ال voice. إذا شفنا اللي هو 3 نقاط هذه، راح نشوف إني أقدر أدز اللوكيشن مالي، أقدر إني أدز فيديو مسج يعني أصور فيديو أدزه، وسكاجول كول إذا أنا حابة إني أحط موعد الاتصال على هذا الشخص، أقدر إني أختار التاريخ مثلا 26 مثلا الساعة 12 الصبح، وإنه يكون عندي مثل ألارم أو ريمايندر إنه لازم أدق على هالشخص، يعني إذا تبون قبلها نص ساعة بساعة بربع ساعة، يعتمد على الشخص نفسه. وبشذي أنا اخترت، والتايتل ممكن أكتب مثلا كول مثلا. بشذي أنا دزيت اللي هو schedule
كول حق هالشخص.